بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. كان ولا زال المنهج والفكر الصحيحين يبتنيان على المنطق وعلى البراهين الجلية. فحينما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وبعث، خاطب العقول. وحتى إذا لاحظتم القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل يبين علل الأشياء. إذا الله أمر بالصلاة، لماذا أمر بالصلاة؟ العلة مذكورة في القرآن الكريم، مثلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مثلا أقم الصلاة لذكري. إذا الله أمر بالصوم، لماذا أمر بالصوم؟ لعلكم تتقون، يعني تحفظوا أنفسكم. إذا الله عز وجل أمر بالزكاة وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يكون تكافل اجتماعي. وهكذا كل حكم من الأحكام وكل أمر من الأمور الله عز وجل يذكر العلة. لماذا؟ لأن الإطاعة العمياوية إن صح التعبير لا تنتج كثيرا، أما الإطاعة بالإقناع تستمر. إذا الأب أو الأم أمر الابن بشيء غير مقتنع به، هذا الابن إذا وجد له فرصة يخالف ولو خفية، لكن إذا اقتنع بشيء، يعني والده أمره، والدته أمرته وبين أو بينت العلة والسبب وأقنعت هذا الابن، هذا الشخص يلتزم. لماذا؟ لأنه اقتنع بصحة هذا الشيء. فالإسلام من الأول الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام سلام الله عليهم أجمعين دائما كانوا يخاطبون العقول، ومخاطبة العقل يتوقف على إقامة البراهين الصحيحة والجلية التي تقنع الإنسان. زين، في مقابل منهج الرسول وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، السبل الأخرى والمناهج الأخرى هذه لم تتمكن من مجارات الحجة بالحجة، ولم تتمكن من مقارعة الدليل بالدليل، لأنه الحق واحد والباطل كثير. فالباطل إذا يريد أن يقف أمام الحق لا يتمكن من استعمال أسلوب البرهان، لأنه ما له برهان أو حجته مدحوظة وباطلة. فماذا كان ينتهج ولا زال؟ ينتهج أسلوب الكلام السلبي والتهريج والسب والشتم وما إلى ذلك. طبعا عادة أهل الباطل
يمتلكون وسائل كثيرة ويستخدمون هذه الوسائل، وحينما يستخدمون هذه الوسائل وفي كثير من الأحيان هم أقوى ظاهرياً بالسلطة أو بالسلاح أو بالإعلام أو ما إلى ذلك، فهذا يسبب أن الإنسان ينزعج. إذا واحد سبك لا تنزعج؟ تنزعج. إذا أنت صاحب حق والمبطل اجي بأسلوب التهريج والإعلام وأثار زوبعة ضدك، تنزعج لو لا؟ نعم تنزعج. وهذه الحالة لحد الآن مستمرة، يعني أنتم تلاحظون مثلا الآن الشيعة نصرهم الله تعالى لهم منطق، والآخرون يصادرون حقوقهم أو يريدون مصادرة حقوقهم فيستعملون جميع السبل. الإنسان ينزعج، يضيق صدره، شوف أنا الحق معي زين والإعلام ضدي والسلطة ضدي والكلام ضدي والكتب ضدي وما إلى ذلك، فالإنسان يضيق صدره ينزعج. لعلكم أنتم مبتلون بهذه الحالة كثيرا، تروح بالمدرسة يتكلم ضدك، جواب الامتحان إذا تريد تجاوب لازم تجاوب شيء خلاف معتقدك، مصيرك القتل على الهوية، وأنت المقتول والمظلوم والمهتظم والإعلام يصور ذلك بالعكس. طبعا الإنسان ينزعج، وهذه الحالة ليست حالة جديدة، من الأول كانت. الله عز وجل في هذه الآيات المباركات التي تلوناها عليكم في أول الكلام يبين لنا، هو يخاطب الرسول صلى الله عليه وآله ولكن نحن يجب أن نتبع الرسول في ذلك، كيف تتخلص من هذه المشاكل. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، هذا الكلام وهذا التهريج وهذا التكذيب وهذا الاتهام. الرسول صلى الله عليه وآله بشر أيضا، صحيح هو معصوم ومسدد من قبل الله عز وجل ومرتبط بالله عز وجل، ولكن من الجهة الجسمانية بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فيضيق صدره من هذا الكلام الباطل. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ونحن الآن كذلك. فشنو العلاج؟ هل العلاج التنازل؟ هل العلاج السكوت؟ هل العلاج الخنوع؟ لا، وإنما العلاج بشكل مختصر الآيات تبينه، وأنا ما أريد أخذ وقتكم كثيرا. أول شيء الالتجاء إلى الله عز وجل، ثاني شيء الخضوع لأوامر الله وعدم التنازل عنها، والأمر الثالث الصبر. الأمر الأول فسبح بحمد ربك، ذاك لمن يتهجم عليك بكلام غير منطقي وأنت ضاق صدرك، فإذا أردت أن ترفع عن نفسك هذه المشكلة فأول شيء توجه إلى الله عز وجل، فسبح بحمد ربك، يعني نزه الله عز وجل. كيف تنزه الله عز وجل؟ بالحمد، احمد الله عز وجل، لأنه لا يحمد على مكروه سوى الله عز وجل. فإذا أنت أصبت بمشكلة من هذا القبيل فسبح، وطريقة التسبيح بحمد ربك، فهذا يكون اطمئنان نفسي، لأن هي المشكلة نفسية، عندما ذاك يسبك تبتلى بمشكلة نفسية يعني ضيق نفسي، فهذا الحمد يحل هذه المشكلة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا أولا. الشيء الثاني، إذا ابتدأت بالله عز وجل الله عز وجل يريك الطريقة الصحيحة للخروج من ذيش الأزمة أو تلك المشكلة، لأنه الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا ابتدأت بالله عز وجل أنت في مشكلة فالله عز وجل يسددك، وهذا واضح.
فسبح بحمد ربك، فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني وكن من الساجدين، يعني عندما هناك إعلام ضدك لا تتراجع، لا تخضع، لا تخنع، لا، وإنما يكون خضوعك لله عز وجل لا للكلام الباطل. وكن من الساجدين، لأن السجود أقوى شيء لإظهار الخضوع. ما عندنا شيء يظهر الخضوع أكثر من السجود، يعني الركوع هو خضوع، الاحترام قد يكون نوع فيه نوع من الخضوع، لكن السجود أجلى مصاديق الخضوع، لا خضوع فوقه. ولذا خصص السجود بالله عز وجل. يمكن تحترم الآخرين بأنواع من الاحترام، لكن هذا النوع من الخضوع مخصوص بالله عز وجل، حتى لا يجوز للأنبياء وللأئمة في الشريعة الإسلامية. قد كانت تجوز في الشرائع السابقة لعلل أخرى على بعض الأقوال، ولكن في الشريعة الإسلامية لا يجوز إلا لله عز وجل. وكن من الساجدين بالمعنى الأعم، إذا نأخذ هذه الآية يعني يكون خضوعك لله عز وجل، لا للتهريج الذي يهرج ضدك، لا للكلام الذي يقال، لا أنه تتنازل عما هو الصحيح لأجل الكلام الذي يقال، خضوعك يكون لله عز وجل. شوف الله عز وجل شنو يقول طبقه، قالوا ما قالوا مو مهم، لأن كلامهم يذهب باطلا، لأن الله عز وجل خلق الكون وجعل الحق هو الذي ينتصر في النهاية. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أصلا الباطل من ذاتياته أنه زهوق يذهب. وحتى الآية بين قوسين الشريفة اللي تقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، الظهور يعني الغلبة والسيطرة، ليظهره على الدين كله. وتفسير أو تأويل الآية بظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا الأمر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هاي اللام لام العاقبة، هذه نتيجة لكونه حقا، يعني الله عز وجل جعل الحق هو الذي ينتصر في كل شيء ومنه في الدين، ودين الحق ليظهره، هذه النتيجة الطبيعية لكونه الطريقة الصحيحة والحق. زين، وكن من الساجدين، يعني أنت اخضع لله ولا تخضع لأقاويلهم، وبالنتيجة الله عز وجل ينصرك. طبعا هذا الأمر قد يتكرر، الإنسان قد يكون في مجتمع أو في مكان أو في بيئة هذه الأمور أو هذا الكلام الباطل دائما يتكرر مرة مرتين ثلاث مرات. الله عز وجل في الحل الثالث ماذا يقول في الأمر الثالث؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يكون مستمر اليقين حسب التفاسير، يعني أو بعض التفاسير الموت، يعني استمر بالطريقة الصحيحة إلى حين الموت، وعند ذاك يتبين الحق من الباطل، المحق من المبطل. فإحنا الآن كنا ولازلنا باعتبارنا نتبع الرسول محمد صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مبتلين بهذه الحالة، الأقاويل الباطلة. زين، ومن الناس عادة إما جهلة أو معاندون، فإحنا هذا التعليم الإلهي الذي علمه للرسول وأيضا هو تعليم إلينا، أولا التجئ إلى الله عز وجل فسبح بحمد ربك. الشيء الثاني لا تغير، يكون خضوعك لله عز وجل وكن من الساجدين. الأمر الثالث الاستمرار والاستقامة والصبر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذه الحالة، هذه الحلول، حلول نفسية فسبح بحمد ربك، وحلول عملية للبقاء على الطريقة المستقيمة، والعاقبة تكون للمحق. عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه في كلمة معروفة يقول: والله لو ضربونا بسيوفهم
وين كانت الواقعة؟ في صفين. صفين وين صايرة؟ في الرقة. الرقة شمال سوريا، يمكن رايحين أو بعضكم رايحين، صير على الشرق من حلب على مسيرة ساعتين، هناك كانت وقعة صفين. والله لو ضربونا بسيوفهم حتى بلغنا سعفات هجر، يعني اضطرينا للتراجع، نتراجع 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 إلى سعفات هجر. المسافة كم؟ 1000 كيلومتر، 2000 3000 4000 ما أدري، بس مسافة جدا شاسعة. والله لو ضربونا بسيوفهم حتى بلغونا أو بلغنا سعفات هجر لعلمنا أننا على حق وأنهم على باطل. إن هذا التراجع يعني هزيمة، ولو هزيمة عسكرية، هزيمة ثانية ثالثة رابعة عاشرة، إلى أن وصلنا إلى هناك لعلمنا أننا على حق وأنهم على باطل. هذه الاستقامة وهذا المشي الصحيح هو الذي يؤدي بالإنسان إلى الوصول إلى مرضات الله عز وجل، وإلى السعادة الدنيوية وكذلك الأخروية، لأن السعادة هي ليست أمر مادي، وإنما السعادة هي أمر معنوي. يمكن واحد مسجون لكنه سعيد، يمكن واحد يعيش في القصور لكنه غير سعيد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها